هما ليه سموها راس السنه مش رجليها؟ انا اقول لحضرتك يا حماتي لانها بتطل علينا من فوق اعناق جميع الاشهر دون اي منازع. يا ريتني ما سالتك. واو واو تري جولي يا رانيا، مش معقول الديكوراسيون اي تري جولي. او كده المفروض يكون البيت ده بقى التغيير اللي بجد. فعلا يا مامي الشجره ادت شكل حلو جدا للشقه. ادت شكل هايل هايل للشقه، شجره وعيد ميلاد وراس السنه. انا كان ماله من الحاجات دي، خرب بيتك عاد. بيلي بليز دون فورجيت ان انت تجيب لنا تورتايه كبيره موت كلها شوكولا شوكولا، لان انا بحب الشوكولا قوي. شوكولا ايه؟ انا هجيب تورته شوكولاته وخلاص. نو رانيا نو شيري، انا جي بريفير التورته اللي من الفاي من فضلك. لا 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 انا عايزه تورته الفواكه فيها موس كتير، يوستفندي، برقوق، عشان ادعي لك ليله راس السنه وانت عارف دعايا. انا بقى يا بابا عايزه جاتوه. جاتوه حاضر. عادل اخويا وانا عارفاه، واللي ربى خير من اللي اشترى. هو كيلو بسبوسه يتيم هيجيبولكوا على السفره كده مليان سوداني مزرنه، ولتر واحد حاجه ساقعه، وكل واحد فيكم يحط كوبايته قدامه وياخد هبابه ونقعد نشنتف في الكوبايه كده نشنتف. وبعدين راس السنه مش النهارده، راس السنه لسه هيجي بكره، يعني بكره لسه في مصاريف. هي بيبي حبيب قلبي كل سنه وانت طيب. يا ترى يا هل ترى هل تذكر كم كريسمس عدى على عيد جوازنا المديد؟ انا فاكر في مواسم كتيره عدت علينا من يوم ما اتجوزنا، يعني عندك الموسم بتاع حرب الخليج وعندك الزلزال وعندك انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور. انا مش عايز بس افكرك بكل حاجه عشان الحسد يعني. والله فيك الخير يا عادل، فاكر كل الاحداث السودة المريره اللي مرت في جوازكو، ولسه ما خدتش موقف لسه. اسمعي على جوازتك انت واحداثها المريره اللي لسه ما خدتيش فيها موقف. تقصدي يا رانيا؟ على فكره انا ما اقصدكيش ولا اتجرأ ان اتكلم عليكي ولا عن جوازك ولا عن طلاقك. اه بحسب. اهي يا رانيا. بابا نويل. واو واو. قولوا لي انتوا عندكم اطفال؟ حضرتك عايز اطفال ايه يعني؟ ايوه عشان اوزع عليهم هدايا عيد الميلاد. حضرتك احنا كلنا اطفال كلنا اطفال. طيب تسمحوا لي اخش بقى عشان اوزع الهدايا عليكم. طبعا طبعا عمك يا بابا نويل عمك عمك. اهو 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 وادي بتاعت الهدايا بتاعتك يا بابا نويل. يا سلام افتح الكيس بسرعة. لا 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 ما حدش مدي ايده الا بابا نويل وهو اللي يقول له مدي ايده. ايوه يلا يلا يا حلوه انت اللي جنبي يا صغيره انت، مدي ايدك وطلعي ايدك. يلا 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 بقى يلا. هاتي حاجه حلوه هاتي حاجه حلوه. نقي 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 سمي سمي. ها ها يلا بقى. ها افتح بسرعه بسرعه النانه يلا. افتحي افتحي فيها ايه؟ الموبايل ده بلوتوث ولا انفراريد؟ بقول لك ايه تبعولي تبعولي. لا كده ماشي. شوفي مين هيجيب لك كارت ولا خط حتى. ماشي. وانت يا جميله مد ايدك وطلعي هديتك انت كمان. يلا يلا بسرعه. على مهلك على مهلك يا نور. تبعهولي 100 جنيه؟ لا ماشي ماشي ماشي. وانت يا حلوه مد ايدك انت كمان طلع هديك. ميرسي يا بابا نويل موت. لا انت بقى نويل بس. انا هاخد اكبر واحده يا عادل. حلوه الكبيره دي حلوه الكبيره. ايوه بسرعه بسرعه بسرعه. ايه ده ايه ده بقى دبدوب بقى؟ لا انا ما بحبش الدبه دي، انتوا بتضحكوا عليا. لا لازم تاخديها لازم تاخديها ما دام بابا نويل جاب. خديها. بقول لك يا بابا نويل انت خدت ثلاث ستات، خد بقى بعديهم راجل وبعدين ثلاث ستات اسمه العدل يعني. ماشي ماشي كلامك. يلا يا راجل ولو انك انت قلت لي ان كلكم اطفال. دمك زي العسل يا بابا نويل، انا اول مره اشوفك على الحقيقه. ركز يا عادل. حاضر حاضر حاضر. الهدايا الكبيره بتبقى كلام فارغ، الهدايا الصغيره بتبقى حاجات غاليه، فانا هاخد حاجه صغيره. يلا يا عادل يا راجل وراك على طول. يلا انا وراكي. انا هاخد حاجه صغيره بس عشان اوريكم ان انا قد ايه قنوع يعني. قد ايه قنوع. حاضر 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 حاضر. حاجه حلوه قوي قوي. ايه ده؟ مدانيا مدانيا مبروك يا عادل على الميدالية عقبال العربية. كلمة بقى للآلي. بقول لك ايه يا بيبي، انا من رأيي ان انت تشتري لها بنطلون وتعلقهم فيها وتمشي بيها. تبقى هي
ميداليه ممكن ارجعها حضرتك واخد واحده تانية؟ ارضى بنصيبك يا ابني. طب حضرتك انا ممكن اديها لك مثلا وتديني اي هديه تانية وادفع الفرق يعني. الطمع يقل ما جمع. ايوه وبعدين يعني انا دي هعمل فيها ايه؟ يعني اعلقها في ودني انا ولا اعمل ايه؟ مش عايز الهديه دي، مش عايز الهديه دي. اسمع الكلام يا ولد اللي قلته لك. اللي انا بقى بابا نويل. بابا نويل، بابا نويل. اول مره اشوفه على الحقيقه، بس عامل مجهود جامد. مش عايزينه يعمل مجهود يا جماعه، سنه كبير 1000 سنه وبيطير فوق السحاب وبيشيل حاجات وبيتعب. يا عين امه، ده كان شايل كيس اتقل من كيس الزباله وعمال يقول هدايا، اللي عايز هدايا، اللي عايز هدايا. اللي عايز هدايا ايه يا ماما؟ ده انت حولتيه كده لبياع روبابيك. عايز هدايا؟ لا يا ماما، لا لا. يا دكتور ايه ايه الاخبار؟ عايز كشف كام حضرتك؟ لا لا بابا نويل، لا 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 لا. عموما حضرتك لو مش عايز فلوس ممكن تاخد هديه من الهدايا بتاعت بابا نويل. يعني من الهدايا بتاعته؟ اه حاضر. آه ماشي اتفضل، هاخد الهدية دي. افتحها كده نشوف فيها ايه. افتحها. ورينا بقى، ورينا بقى، ورينا بقى. امبي فور. ايه ده؟ امبي فور ده غالي جدا، ده اغلى من الكشف بتاعك ب 50 جنيه. بقولك ايه، تبيعه تبيعه تبيعه. لا لا بقولك ايه، ده من بابا نويل صورني صورة عشان ولادي يصدقوا ان انا شفت بابا نويل على الطبيعة. ده امبي فور ما بيصورش، ده بيعرض اغاني، بيعرض اغاني انت مش عارفه. سجلني صوت معاه، سجلني صوت مع بابا نويل. انت مش عارفه؟ بيعهولي بيعهولي بيعهولي. انا ماشي. سلام عليك يا دكتور. يا دكتور يا دكتور. استنوا استنوا، بيقول حاجه. استنوا بيقول حاجه. جينجل بيلز، جينجل بيلز، جينجل بيلز، جينجل بيلز، جينجل اول ذا واي. او وات فان ات از تو رايد ان وان هورس. هاي الدكتور قال ايه يا اولاد؟ الدكتور قال انك لازم ترتاح واي حركه فيها خطر على حياتك. الدكتور ازاي يقول الكلام ده بس ولسه عندي راس انا والهدايا والاطفال؟ لا انا هقوم اوزع الهدايا. لا 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 خليك يا بابا. بالنسبه للهدايا ما تقلقش خالص يا بابا، يعني حضرتك انت ترتاح وتروح بيتك ترتاح، وانا الهدايا دي اخدها يعني اوزعها انا كلها، ولما تخلص اجي لك على بيتك اخد هدايا تانية واخلصها، وبعدين ارجع تاني اخد هدايا تاني واوزعها. ايوه بس كده هتعبك خالص. يا سلام، اتعبني انت بس يا بابا نويل ومالكش دعوه يا ابو الهدايا الجميله والغاليه. عيني عليك يا عادل يا ابني، عجزت بدري. صورني مع بابا علشان اوري ستار في المدرسه لاصحابي واقول لهم ان انا عندي اتنين بابا، بابا نويل وبابا عادل. اوكي طب يلا بسرعه، خلصوني بسرعه بس عشان البتاع ده بيخش بقى. طب خد بوزي. تمام يلا. حلو قوي. يلا يا عادل يلا بسرعه وزع الهدايا وتعالى خد الباقيين اللي عندي هنا. انا مش عاوز راس السنه تدخل عندي في البيت ويفضل عندي هديه. خلاص انا هخلص الهدايا اللي عندي وهاجي على حضرتك في البيت، يعني اخد بقيه الهدايا اروح ابيعها، قصدي اوزعها على العيال كلها يعني، واجي تاني اخد منك الهدايا هفضي لك بيتك كله يعني. جميل، تروح توزع هدايا وكل طفل يمد ايده في الكيس ياخد الهديه بتاعته. هديه واحده بس، لازم يرضى بنصيبه. طبعا طبعا، عشان حتى نطلع جيل جديد قنوع ومؤمن في نفس الوقت يعني. طب اتكلنا على الله. يلا سلام عليكم وهابي نيو يير وميري كريسماس.